الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، حكم على عباده بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل إلى دار القضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى. قدر مضى ما حيلة الإنسان، والموت يحضرنا بلا استئذان. لم ينج منه قابع في عقره أو سانح في الجو كالعقبان. ومن ارتجاه الوالدان ذخيرة لسريرة تبقى وعمر ثاني. كل سيمضي والفناء يلفه مهما تعالت نبرة الأحزان. والله يرزق من يشاء تصبرا ويجود بالسلوى وبالسلوان. والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي سبح الحصى في كفيه وتفجر الماء من بين يديه، وأمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه. إليك أبا الزهراء سارت مواكبي، مواكب شعر ساقهن حياء، وأنى لمثلي أن يصور لمحة كبا دون أدنى وصفها الشعراء. لكنها جهد المحب، فهل لها بقدسك من حظ القبول لقاء. عليك صلاة الله ما در شارق، وما عطر الدنيا عليك ثناء. أيها الإخوة المعزون المباركون، الأجساد تحيا بالأرواح، والأرواح تحيا بالقرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. استمعنا إلى تلاوة شجية ندية من فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ. استمعنا إليه وهو يتماوج بين الأنغام القرآنية بأداء شجي ندي كوثري سلسبيلي قدسي طهور. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته وحسناتنا، وفي ميزان حسنات فقيدتنا يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة المعزون الأكارم، استمعنا إلى القرآن الكريم يقرأ، هيا بنا نستمع الآن إليه يتدبر. من الحسيب النسيب، أديب الدعاء، وداعية الأدباء، فضيلة العالم الجليل والأديب الأريب، من يملك نواصي الكلام فيرتقي بالعقول والأفهام. ذلكم هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات العليا في جامعة الأزهر الشريف. نستمع إليه الآن، ونسأل الله العلي العظيم الجواد أن يفتح عليه فتوح العارفين به، وأن يبارك لنا في عمره، وأن ينفعنا بعلوه في الدارين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فبارك الله في أهل القرآن الذين أخبر عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الله وخاصته. بارك الله في مشايخنا الشيخ محمود الشيخ ماجد الشيخ خالد وأكثر الله من أمثالهم، وجعل قراءتهم في ميزان حسناتهم وحسنات والدتنا التي رحلت إن شاء الله. آيات بينات من سورة العنكبوت ابتدأها قارئنا الكريم بهذا النداء الذي ينادي الله تبارك وتعالى فيه على عباده فيقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. وكأن هذا النداء يدعو هؤلاء الذين يناديهم ربنا تبارك وتعالى لأن يكونوا فعلا من عباده، ويكفيهم شرفا وفضلا وكرما وعظمة وتقديرا أن الله تبارك وتعالى أضافهم إلى نفسه فقال: يا عبادي. ويا ترى هل ارتقى هؤلاء العباد لأن يكونوا عند مسؤوليتهم حين ناداهم ربهم تبارك وتعالى بقوله: يا عبادي، ثم أتبع ذلك بقوله: الذين آمنوا. ومعنى هذا بأن أول صفة من صفات العباد الذين شرفهم الله عز وجل بأن أضافهم إلى نفسه أنهم آمنوا. فما صفات هؤلاء المؤمنين؟ ذكر الله عز وجل صفاتهم، ذكر الله عز وجل صفاتهم في أكثر من موضع من مواضع القرآن الكريم، لكن نكتفي بما ورد في هذه الآيات: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. ومعنى هذا أن الأرض وما عليها ومن عليها ملك لله تبارك وتعالى، فإياي فاعبدون أي فاعبدوني أنا وحدي، لأن الله عز وجل هو وحده الذي يختص بالعبادة ويختص بالتقديس. وكأن سائلا سأل: لماذا يا ربنا تأمرنا بقولك فإياي فاعبدون؟ تأتي الآية الثانية
لتذكرنا بأن المرجع والمآل والمصير إلى الله تبارك وتعالى. فيقول ربنا سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وهذا التعبير يتكرر في القرآن الكريم أكثر من مرة، من بين هذه المرات أو المرة الأولى التي ورد فيها هذا التعبير قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما يقول علماء المنطق إن الله عز وجل سور هذه الآية بالسور الكلي فقال: كل نفس ذائقة الموت. ودائما ما نقول ويقول المشايخ بأنك إذا كنت تعز اليوم في ميت فستعز غدا، وإذا كنت تغسل اليوم ميتا فستغسل غدا، وإذا كنت تكفن اليوم ميتا فستكفن غدا، وإذا كنت تحمل اليوم ميتا فستحمل غدا، وإذا كنت تشيع اليوم غاديا إلى المقابر فستشيع غدا، وإذا كنت تعز اليوم فستعز غدا، فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. الموت حق وكل الناس تعرفه، والقبر باب وكل الناس داخل. ومهما وعظ الواعظون وخطب الخطباء وتفنن الداعون إلى الله تبارك وتعالى، فليس هناك واعظ أكمل ولا أتم من الموت. ولذلك قالوا: كفى بالموت واعظا. ومن لم يتعظ بالموت فلا واعظ له. كل نفس ذائقة الموت، وبعد أن تموت إلى من ستعود؟ إلى من سترجع؟ إنك سترجع إلى الله الذي يعلم السر وأخفى، إنك سترجع إلى الله يا من كنت تختفي عن أعين الناس وترتكب الذنوب والمعاصي والآثام، ولا بد أن تكون معتقدا بأن الله عز وجل يراك، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وبعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. كل آيات القرآن الكريم في الغالب لمن يحفظون القرآن يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا إيمان
دون عمد، والعمد لا بد أن يكون عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي يتوافق مع ما ورد في كتاب الله ومع ما ورد في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما أجبت على هذا السؤال حين يسألني سائل كيف أعلم بأن الله عز وجل تقبل مني عملي؟ والإجابة: هناك شرطان لقبول العمل ذكرهم الله عز وجل في آخر آية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ده الشرط الأولان، والعمل الصالح هو الذي يتوافق مع الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي الإخلاص في العمل. يبقى لا بد أن يكون العمل عملا صالحا، ولا بد أن يكون العمل عملا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار في موضع آخر. وكلمة الغرف معناها أعلى مكان في الجنة، المكان الذي يقترب من الفردوس الأعلى، حيث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رفع الله عز وجل من قدر هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ووجهنا إلى أننا إذا سألنا ربنا الجنة فلنسأل الفردوس الأعلى، أعلى مكان في الجنة. وبعد آيات يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن طبيعة الحياة الدنيا، مرة يقول لعب ولهو، ومرة يقول لهو ولعب، وبعد ذلك يبين طبيعة الحياة الآخرة فيقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. حيوان هنا مش معناها الحيوانات التي نعلمها جميعا، ولكن لهي الحيوان يعني ايه؟ يعني لهي الحياة الدائمة الكاملة الباقية لو كانوا يعلمون. وبعد، فأنا أقول لنفسي ولكم جميعا: ليس هناك أرحم ولا أحن ولا أشد عطفا من الأب على أبنائه، وليس هناك أرحم ولا أحن ولا أرق على الإنسان من الأم على أبنائها. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. إذا مات أبوك كما أقول دائما فقد فقدت ظهرك، قوتك، سندك. وإذا ماتت أمك فقدت قلبك، لأنها أحن إنسان في الوجود على أبنائك.
ولذلك لم يكن عجبا أنه قد ورد في بعض الكتب السماوية السابقة: ابن آدم جعلت لك قرارا في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لكي لا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فالكبد، وأما الذي عن شمالك فالطحال، وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك غيري؟ فلما أن تمت مدتك أوحيت إلى الملك الموكل بالرحم أن يخرجك، فأخرجك على ريشة من جناحه ليس لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى به، فأنبعت لك عرقين دقيقين في صدر أمك يجريان لبنا خالصا، حارا في الشتاء باردا في الصيف، وأنبعت محبتك في قلب أبويك، فلا يرقدان حتى ترقد ولا يشبعان حتى تشبع، فلما قوي ظهرك واشتد أزرك بارزتني بالمعاصي ولم تستحي مني، ومع هذا إن دعوتني أجبتك، وإن سألتني أعطيتك، وإن تبت إلي قبلتك. من كان أبوه على ظهر الحياة فقد أنعم الله عليه نعما عظاما لا تحصى، فليبر أباه. ومن كانت أمه على قيد الحياة فقد أنعم الله عليه نعما لا تحصى، فليكن عند أقدامها، فإن الجنة هناك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن رحل أبي أو أبوك أو أمي عن أمي أو أمك عن دار الدنيا، فعليك أن تقدم الشكر لله والشكر لوالديك، كما قال لك ربك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وكما كررت دائما الشكر لله أن تؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها كاملة غير منقوصة، والشكر لوالديك أن تدعو لوالديك إن كانا حيين أو كانا ميتين عقب كل صلاة، بمجرد ما تصلي تدعو الله تبارك وتعالى بدعاء القرآن: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لميتتنا هذه ولجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم ميتتنا هذه وجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف بالخضوع وناد ربك يا هو، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يعطي طالبين رضاه، واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائلين يداه، واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه،
أيها الإخوة المعزون الأكارم، استمعنا إلى هذه الكلمة الراقية الرائقة الرقراقة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. نسأل الله العلي العظيم الجواد أن لا يحرمنا من فضيلته ولا من الجلوس بين يديه آخذين منه ناقلين عنه.